البرقوق كيبقى صاين، ما يدوب ما يتفرتت ما والو. بهاد المقادير وهاد الطريقة كيبقى هو تابعوا معنا إن شاء الله، تشوفوا الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين إن شاء الله، ونتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم تشاهدوا هذا الفيديو اليوم إن شاء الله نشارك معكم الطريقة ديالي في تحضير البرقوق. غادي نديرو على شكل مربى، ولكن غادي يبقى هكا صاين بلا ما نحيدو له لا عظم لا والو. بعد ما غسلته مزيان ومسحته وخليته استقطر مزيان، عندي هنايا 1.5 كيلو ديال البرقوق. هذا البرقوق الطويل ماشي المدور، البرقوق ديال الطاجين كيصلح للفطور او لا نرافقوه مع الاكل مع الطاجين. عندي هنايا 1.5 كيلو 250 غرام ديال السكر، سكر سنيدة، عصير ديال واحد الحامضة، ونص كاس ديال الماء. نجيب واحد الطنجرة ونضيف هذا البرقوق، نضيف عليه السكر، ونضيف عليه الماء، نص كاس ديال الماء، والعصير ديال واحد الحامضة. نخليه واحد جوج سوايع او لا ثلاثة سوايع، او لا تخليه ليلة كاملة. انا اليوم ما غاديش نخليه ليله كامله، غادي نخليه غير واحد ثلاثه د السوايع صافي، غادي نردو يطيب. نخليه على جنب واحد ثلاثه د السوايع. بعد ما دازت ثلاثه د السوايع صافي، ما يبقاش السكر كيبقى كيولي سائل كما كتشوفوا معنا، السكر كيدوب صافي. دابا نردها على العافيه نخليها تطيب. بعد ما بدا يغلي نقصت عليه العافيه بزاف، خليته على نار مهيله حيت ما فيهش الماء بزاف باش نجهدوا عليه النار، وفيه غير داك الكاس نص كاس ديال الماء مع داك السكر مع نار مهيله، كيتيب على خاطرو، كيتيب مزيان وكيتعسل كما كتشوفوا معنا. هنا راه باقي سخون، ما بقاش فيه داك اللون، ولكن غير برد كياخد اللون ديالو الاكحل الناصع بحال البرقوق الجاف، وكيجي في المذاق زوين. واخا الوليدات ما يعجب ليهمش الكونفيتور اولا المربى، هذا البرقوق كياكلوه حيت عنده المذاق زوين وصحي. انا كنطيب واحد لا كونتيتي كبيره وما كنت صورته معكم، طيبت غير هذا المقدار وصورته معكم باش تشوفوا الطريقه كيفاش كنحضروا كيفاش كنطيبوا. ولا بغيتوا تقدموه مع الطاجين مع الاكل، تخضروا به الطاجين، ضيفوا له شويه ديال القرفه. انا كنضيف له غير شويه ديال القرفه وكنقدمه مع الطاجين، كيجي زوين في المذاق كما كتشوفوا هنايا، راه خدا اللون ديالو بعد ما خليته تابرد مزيان. والقرعة خاص ضروري تكون معقمة، عقمتها غسلتها مزيان وعقمتها بالخل ومسحتها ونشفتها مزيان. خاص القرعة اللي نحتفظ بها
نوضع فيها البرقوق، خاص ما يكونش فيها الماء نهائيا، خاصها تعقم وتمسح مزيان تتنشف، عاد نوضع فيها البرقوق ونخليوها في الثلاجة. كيبقى واحد المدة كبيرة الحامض كيعقمو وكيخليه، كيحافظ عليه، كيخليه ما يخسر ما والو. كما كتشوفوا معنا، شوف كي كيخرج طايب وشاد راسو، ما يدوب ما والو. ولكن خاص ضروري نديروه بهذه الطريقة باش يخرج لكم هكا. والعافية خاص تكون مهيلة، راه حتى العافية الا درتو له نار مجهدة كيتحل، ما يبقاش هكا صاين. نتمنى تكون عجبت لكم هذه الطريقه، ونتمنى تشاركوا هذا لا فيديو مع الاهل والاصدقاء والاحباب ديالكم. وكنشكركم بزاف على المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله.